إنجازات عالمية لافتة حققها أبطال الكويت في الآونة الأخيرة، رفعوا من خلالها راية البلاد خفاقة في محافل رياضية كبرى، واعتلوا منصات التتويج بإنجازات استحقت الثناء والتكريم. البطل أحمد نجل مطيري أحد أبرز أبطال الرياضة الكويتية وصاحب إنجازات أولمبية وعالمية في مجال رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث شرف الكويت بنيله ذهبية الأولمبياد وذهبية بطولة العالم على التوالي في سباقات السرعة على الكراسي المتحركة. يسعدنا في هذه الفقرة أن نستضيف نجم لامع في سماء الرياضة المحلية والعالمية، وهو البطل الأولمبي والعالمي أحمد نجال مطيري. حياك الله أستاذ أحمد، منورنا في العالم هذا الصباح. حياك الله، صباح الخير على الجميع إن شاء الله. في البداية أحمد، أنا أحب أبارك لك ما شاء الله هذه الإنجازات الرياضية اللي جميعنا ككويتيين نفتخر فيها، ذهبيتين متتاليتين. كلمنا عن هذا الإنجاز. الله يبارك فيك، والحمد لله هذا إنجاز أفتخر فيه ككوني لاعب من هذا البلد، وإني أرفع فيها هذا العلم. الحمد لله أنا جدا سعيد بهذا الإنجاز، وإن شاء الله نقدر نحافظ عليه بالأيام المقبلة إن شاء الله. طب كلمني أحمد، شلون قدرت تحقق هذا الإنجاز وسط منافسة دولية كبيرة؟ يعني ما نقول منافسة بسيطة في الكويت أو في، لكن المنافسة كانت وسط منافسة دولية، فرق متعددة من كافة بلدان العالم، شلون قدرت تقتنص الذهبية؟ الحمد لله كنا مستعدين لها اليوم، اشتغلنا فترة طويلة على هذا الإنجاز، تمرنا فترة طويلة، كان في خطة من تقريبا 4 سنين لهذا اليوم. من 4 سنين؟ نعم، من أولمبيات لندن 2012 والأولمبيات ريو 4 سنين، اشتغلنا على جدول مدرب، استضفنا مدرب جديد للمنتخب، الحمد لله تعاون ويا الإدارة، كلنا كنا بيد واحدة للقب هذا. نعم. وهو جدا كان صعب الأمر أن توصل مستوى أولمبي عالمي تنافس فيه أبطال من دول عظمى بالرياضة. صحيح. فكان مشوار طويل يعني، الحمد لله أنها حققنا في هذا الإنجاز. صح، يمكن الحين المخرج قاعد يحط لنا بعض اللقطات للبطولة الأخيرة. إيه نعم. نعم. أيضا أحمد حطيت بتهنئة خاصة من صاحب السمو أمير البلاد، كلمني عن هذا اللقاء وشلون وقع هذا اللقاء على صدى نفسك يعني. الحمد لله هذا الشرف الكبير لي أن أقابل حضرة صاحب السمو وأن يمنحني وسام الدولة ذو الرصيع من درجة الأولى. هذا يعتبر لي إنجاز أكبر من الإنجاز الأولمبي والبطولة العالم السابقة. كوني أكون من أحد الحاصلين على هذا الوسام يعني شيء كبير بالنسبة لي، وكان دافع لي للأمام، اللي هو الحمد لله من بعدها يعني قدرت أحقق فيه بطولة العالم، وإني أقدر أحافظ على اللقب لكي مثل ما تقول استحق اني اكون حامل هذا الوسام. تستاهل تستاهل. طيب احمد، احنا ما شاء الله لاحظنا في الاونه الاخيره تميز ما شاء الله اللاعبين من ذوي الاحتياجات الخاصه، نلاحظ في الاونه الاخيره تحقيقهم لمراكز عالميه متقدمه، نبي نعرف السر، هل هو نادي المعاقين يخضعكم لعدد من الدورات وايضا عدد من البرامج والخطط، ام عطنا السر؟ والله هو النادي يعني من زمان هو ولاد أبطال يعني فيها أبطال سابقين، لكن بالآونة الأخيرة كانت في فترة اللي خروج اللاعبين الكبار، اعتزال كمية كبيرة من اللاعبين وما كان في صف ثاني كان جاهز تمام. الحمد لله يعني الأيام الأخيرة قاموا يسعدون مع خطة جديدة، مدربين جدد، فكر رياضي جديد، مدارس رياضية قاعد نتعلم منها من دول برا، نستضيف مدربين أبطال كانوا أصحاب ألعاب يعني وأبطال فيها، هذا اللي هو طور باللاعبين، وفي جتنا يعني اللاعبين جدد خامات رياضية تحتاج التشكيل، والحمد لله يعني قدر الإدارة باختيار هذه المدربين اللي يصنعون اللاعبين، شلون يطلعون مواهبهم، شلون يعني أكثر من عامل يعني الحمد لله بالأيام السابقة، ومنها يعني الجيل الناشئ الطالع هذا تحس عنده رغبة. نعم أكثر. متحمسين، وكان في لاعبين قدامك ويدعمونهم يشجعونهم يعلمونهم الطريق الصحيح،
يعني اكثر من عامل ساعد على هذا الانجاز. صحيح. طيب خلينا نتكلم اكثر عن معسكرات التدريب في داخل النادي ان صح التعبير. شلون كانت تتم؟ هل تتم بشكل يومي، اسبوعي، شهري؟ كلمنا. احنا بالنسبه بالكويت يكون عندنا الدوام اللي هو يكون عصر، لان ما في نظام الاحتراف الكامل عندنا اللي تقدر تتفرغ من الدوام اللي تتمرن صبح وعصر. ما فيها. فنتمرن فترة العصر المسائية. وأغلب الوقت نكون معسكرات خارجية بعد نحتاج الجو، لأن احنا لعبتنا على الملعب الخارجي بالجو. فمثل ما تشوف الكويت شوية حارة بالأيام تكون بالصيف، فكلنا نحتاج نكون معسكرات خارجية بدول تكون بأوروبا أو باردة شوي بالطقس. ومن الاحتكاك باللاعبين، يعني اشياء تطورنا. نعم. كلها بالمعسكرات، يعني اغلب شغلنا تكون معسكرات خارجيه، يعني مو داخل الكويت. وشنو ابرز الدول اللي تكون فيها المعسكرات؟ والله في دول كثيره، يعني من اهمها احنا الفتره الاخيره يعني قمنا نستضيفها اللي هي كلها في تركيا. واحيانا تكون في تونس ومرات بالامارات، اللي اذا كان الجو بالشتاء نكون بالامارات. نعم. هذا بالنسبه للنادي. انا الحين ابي اتعرف على احمد اكثر. كلمني احمد، شلون يدرب نفسه؟ احمد شلون يعد نفسه حق هذه البطولات؟ طبعا انا متفرغ للنادي، انا كوني لاعب كل اهتمامي بالرياضه، اغلب يومي بالنادي تقريبا. انا يعني اقوم من النوم ما اقعد يمكن ساعات قليله بالبيت، يعني اغلب وقتي يكون بالنادي، يعني بيتي الثاني هذا. فهو اللي شوي من العامل اللي خلاني ابرز بالاونه الاخيره. تدرب يومي احمد؟ اي يومي تدريبنا، يعني فترات بسيطه من الراحه يعني تكون عندنا. اغلب الوقت يعني بالنادي، فالحمد لله هذا هو مخليني اني في صعود في الانجازات الحمد لله. الحمد لله. طيب احمد، بصراحه الانجازات اللي حققها احمد وغيره من ابطال ذوي الاعاقه الخاصه، تلاقيها تحظى بدعم كافي من قبل اذا قلنا الجهات الحكوميه او حتى الجهات الخاصه؟ والله للاسف في تقصير بسيط، الجهات الحكوميه نوعا ما مو مقصره معنا، لكن الجهات الخاصة اللي هي مثل الشركات نحتاج دعم، نحتاج رعاية من الشركات، كون اللعبة مكلفة، ألعابنا كألعاب قوة كأكثر من لعبة، خاصة المعاقين نحتاج أدوات كثيرة، يعني منها الكراسي المتحركة، منها أدوات الرمي، منها الملاعب اللي نلعب عليها، يعني شغلات مكلفة على النادي. فنحتاج الدعم، نحتاج الشركات الخاصة. وهذا التقصير من الجهات الخاصة أكثر شيء من الحكومية. نعم. طيب أحمد، قبل أن نختم معاك، عطنا لمحة على أهم برامجك القادمة إن شاء الله. بإذن الله، إن شاء الله عندنا بطولة تصفيات العالم لكرة السلة، أنا ألعب في المنتخب الأول لكرة السلة، وبإذن الله عندنا تصفيات لكأس العالم إن شاء الله، وإن شاء الله نبدأ استعدادنا للموسم القادم بداية شهر 2 عندنا بطولات الفزاع التحضيرية لبطولات أولمبياد آسيا للدور الإقليمي الآسيوي إن شاء الله. بانتظار ذهبية يا أحمد. بإذن الله. بإذن الله. إذن كل الشكر لوجودك وعلى هذه المساحة اللي أعطيتنا إياها. مشكور، يعطيكم العافية.